خرج مناسبة المسيرة الخضراء. الأجواء في الحافلة أجواء رائعة جدا، كاين نشاط، كاين القادة اللي كيعملوا أنشطة معنا. لا أول مرة نكون في هذه الحافلة. مزيونة مزيونة، درنا بزاف ديال الأماكن اللي هي رائعة، ودابا نكملوا الجولة ديالنا في مدينة قديمة. صراحة الأجواء في الحافلة واعرة، والقادة اللي معانا تا هما زوينين، كحتفلوا بالمسيرة الخضراء، وصراحة القادة ما خلوا ما عدلوا باش يفرحونا. أنا عجبني هذا الجو وهذا الرحلة، وقمنا بالاحتفال بالمسيرة الخضراء احتفالا بالذكرى المسيرة الخضراء، وما كرهتش يتعاود هذا الجو يبقى يتعاود. حنايا هذيك عندنا مناسبه اليوم ديال ديك المسيره الخضراء. اول حاجه عملنا شراكه مع هذيك مع ربعه ديال جمعيه مجتمع مدني، والحمد لله كانت كلشي بخير وعلى خير. وحنا باقي عندنا جوله ديال ديك المدينه العتيقه. انطلاقه بدات مساحه سفيلات بني مكاده عبر جوله سياحيه عبر حافله سياحيه. السلام عليكم، تحيه كشفيه لجميع المنابر الاعلاميه وبخصوص طنجاوي. اليوم كنتواجدوا في الخرجه اللي منظمها جمعيه نسائم الخير، مشاركه مع جمعيه كشافه المغرب وجمعيه خطوه، جمعيه ايادي البيضاء، ونادي الهلال طنجه لكره القدم. هذه جات في اطار تخليد المسيره الخضراء المظفره اللي كانت سنه 1975. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.